قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسبي كونتي إن حكومته ستفرض المزيد من القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأوضح كونتي خلال جلسة لمجلس النواب أنه سيتم إغلاق المعارض والمتاحف على مستوى البلاد، كما سيتم خفض عدد الأشخاص المسموح بهم في وسائل النقل العام بمقدار النصف. للمزيد من النقاش ينضم إلينا الآن عبر سكايب من روما محمد يوسف الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، بعد التحية، هل لك أن تضعنا في المشهد بشكل أكثر قربا؟ مرحبا بحضرتك والسادة المشاهدين. طبعا عدد الإصابات بالكوفيد بدأت تتزايد بشكل سريع جدا في أغلب المناطق من شمال إيطاليا إلى جنوبها، بالتالي وضع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي بعض العراقيل دون السماح بزيادة المصابين بالفيروس. نعلم جميعا أن الشعب الإيطالي أغلبه شعب يتخطى سن 70 وبالتالي أو 65، وبالتالي هناك مخاطرة كبيرة جدا في عملية التجمعات. بالنسبة للشباب هم بيحاولوا يحافظوا على الشباب بالنسبة للشعب الإيطالي، وبالتالي بيعمل بكل جهده على منع زيادة الضحايا وزيادة المصابين بفيروس الكوفيد. نعم، طبيعة القيود التي من المفترض أن تكون ومتى ستفرض؟ هو بالفعل بدأ بفرض بعض القيود، إن بعض المحلات والمقاهي والمطاعم بدأت في الإغلاق منذ الساعة 6، كل يوم المطاعم والبارات بتغلق في الساعة 6، لا يسمح بدخول الزبائن إلى المطاعم والمقاهي، وتم إغلاق صالات الجيمنازيوم، صالات الرياضية تم إغلاقها كاملا، اللي هو الديسكوتيكا اللي هو المراقص الشبابية تم إغلاقها أيضا جميعها، بالتالي هناك عملية أخذ خطوات أو خطوات تم أخذها للحيلولة دون وقوع المزيد من الإصابات. نعم أستاذ محمد، هل ترى أن هذه المرة أوروبا تسير تقريبا على نهج واحد وبشكل متسارع درءا لأن تقع في المشاكل التي وقعت فيها في الموجة الأولى؟ بالطبع هناك دراية أكثر من الموجة الأولى، هناك وعي أكثر لدى المواطن الأوروبي وبالذات الإيطالي وأفراد الحكومة. الآن الوزراء كل يقوم بمهامه، كل مسؤول يقوم بمهامه، بالتالي هناك خبرة في التعامل مع فيروس كورونا. هناك طبعا علاجات أيضا في حوالي 70% ممن أصيبوا بالفيروس تم معالجتهم أسرع وقت، بالتالي هناك علاجات في هذا الوقت، بالتالي هناك تقدم كبير على الواقع في مواجهة فيروس كورونا. نعم، من روما محمد يوسف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات.